الضغط الناتج عن عمود من المائع السائل. عندما يعوم شيء في مائع فإن المائع يؤثر عليه بضغط. هذا الضغط يكون مؤثراً على عنصر مساحته ويعتمد أيضاً على اتجاه هذا الشيء. فلو أننا اعتبرنا أن هذا العنصر من المائع ساكن لا يتحرك، فإنه يقال إن هذا العنصر يقع تحت الاتزان الاستاتيكي. وفي هذه الحالة فإن مجموع القوى المؤثرة عليه في أي اتجاه تساوي صفراً. دعنا ندرس الأنواع المختلفة لضغط الماء مع عمقه. لذلك نعتبر أن كثافة هذا المائع B في حالة اتزانه الاستاتيكي في الوعاء الحاوي له. دعنا نحدد عنصراً خيالياً ذو مساحة استوانية ارتفاعها dy ومساحة مقطع منها تساوي A على عمق y من سطح الماء، وحجم هذا العنصر الاسطواني هو V، والتي تساوي حاصل ضرب المسافة A في الارتفاع dy وكتلته M. وهي تساوي الكثافة مضروبة في الارتفاع dy، ووزنه يساوي dw، وهو يساوي mg، والذي يساوي pa dy مقسومة على عمله بجاذبية g. الآن يمكننا أن نعبر عن القوة السفلية التي تؤثر على أعلى الاسطوانة هي pa، والقوة العلوية التي تؤثر على قاع الاسطوانة هي dp زائد p مقسوم على a. هناك قوة أخرى بسبب وزن الاسطوانة في الاتجاه السفلي. في وضع الاتزان فإن القوى العلوية والقوى السفلية تتزن مع بعضها البعض، ولذلك يمكننا أن نحصل على PA زائد DW تساوي بين قوسين P زائد DP على A، PA زائد DW تساوي PA زائد ADP، DW تساوي ADP، PJ ADY تساوي ADP، PJ تساوي DP على DY. وهذه المعادلة تبين لنا أن الضغط يزداد مع زيادة عمق المائع، وهذه المعادلة هي معادلة صحيحة في حالة المائع الغير مضغوط. الآن يمكننا أن نعتبر أن هناك وعاء مفتوح يحتوي على مائع على عمق Y يساوي صفر. لذلك فإن هناك ضغطاً علوياً للسائل يسمى الضغط الجوي، وهناك ضغط مطلق للسائل P على عمق Y يساوي H. نحن نحتاج إلى تكامل المعادلة الأولى، وستحصل على P ناقص PA تساوي PJH، P تساوي PA PJH. التكامل من PA إلى P لل DP يساوي التكامل من الصفر إلى H لل PJDY. المعادلة الثانية تمثل ضغط المذيب P على عمق H أكبر من الضغط الجوي PA في سطح المائع المفتوح للضغط الجوي، والذي هو عبارة عن PJH. مرة أخرى فإن الفرق PJH تساوي بين قوسين P ناقص PA، والمعروف بالضغط المعياري.